حد من وسط الشارع محمد محمود مرورا بشوارع وسط البلد للتأكيد على مطلبنا في تطهير الداخلية ومطلبنا في القصاص ومشاركة المجلس العسكري جميعه وبما فيهم عبد الفتاح السيسي أكبر جزار في تاريخ مصر تاريخ مصر القديم. احنا دلوقتي موجودين دي مش آخر فعالية دي جزء من سلسلة فعاليات ناويين ننظمها في الأيام الجاية لإحياء ذكرى لفترة محمد محمود. كبيرة جدا 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 وهو ان احنا نرجع نتواجد في الميدان تاني الميدان اللي الناس وقفت تطالب فيه بمطالبها ورفعت فيه شعاراتها اللي لسه ما اتحققش منها اي حاجه قدرنا ندخل تاني ونحول الميدان ومحمد محمود من جراجات دبابات ومدرعات للجيش الى مكان تاني في ايد الطليعه الثوريه اللي هي نامل ان شاء الله ان هي تقدر تلم الناس حواليها تاني حوالين نفس مضارب 25 يناير اللي لسه ما اتحققش منها اي حاجه. نجاح كبير جدا النهارده في اليوم قدرنا نحشد يعني الاف وهو عدد كويس جدا بالنسبه لبروفه مهمه جدا جدا ل 25 يناير اللي طبعا هنتواجد فيه تاني في ميدان التحرير وفي كل مدينة الثورة عشان نقدر نلم الناس حوالينا مرة تانية على نفس المطالب اللي رفعناها في 25 يناير وفي 30 يوليو. You're